فدي طيب. أنا عايزة أروح معاك برضو كابتن إيهاب شوية لبعض الكواليس. يعني إحنا بنتكلم طبعاً بإن دلوقتي الأهلي مفيش رفاهية خالص إن أنا يعني أنا داخل عندي ميشن 8 مباريات 8 خطوات وعايزة أخلصهم وعايزة أنهي القصة بقى. ولكن مباراة ورا مباراة برضو بيبقى في كواليس مش معلنة، بيبقى في يعني خليني أجيبها إزاي، يعني في بعض النقاط كده بيتم التركيز عليها، اللعيبه اللي بيتم التركيز عليهم او الاعتماد عليهم خلينا نقول. فلو احنا هنتكلم بلسان باتش موسيماني من وجهه نظر حضرتك برضو، ازاي هتشوف ان هو هيلعب النهارده امام وادي دجله؟ وبعد كده هنتكلم بقى في المباريات اللي فاضله، لان كل مباراه ليها تفصيله وليها كواليسها وليها رؤيتها. فخليني اعرف حضرتك، هو خلاص هيعتمد الفتره الجايه كلها مباراه كوف، ما بتقبلش الاسم على اتنين. انا يعني انا ههاجم في كل اللي جاي من اول دقيقة، انا مفيش عندي غير ده، عايز اكسب. هو هدفي الوحيد انا عايز اكسب، التعادل مش في صالح اي خساره، اي نقطه بتخسرها في مصلحه يعني نادي الزمالك عشان هو منافس ليك على القمه، فانت دايما عينك على المكسب، عايز تكسب بس. يعني بنتكلم في 4-2-3-1، بنتكلم هي 4 في رؤوس لا لا حرب، ما ده هنتكلم هتكلم مع حضرتك فيه برضه. احنا دلوقتي النادي الاهلي لما بعود يعني التشكيل اللي هيلعب النهارده عامه هيبقى اعتقد هيبقى محمد هاني من ناحيه اليمين، وايمن اشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعه، علي معلول، ديانج والسوليه في نص الملعب، قفشه، كهربا، حسين الشحات، محمد شريف. انت دلوقتي القوه الهجوميه الكامله للنادي الاهلي. كهربا بيأدي بشكل كويس بقاله 3 ماتشات، يمكن اخر ماتش كمان بدا يوصل لكهربا جزء شويه من اللي احنا عارفينه عن كهربا، مش هو كهربا برده، لسه عنده احسن وعنده افضل، بيشتغل على نفسه كتير الفتره اللي فاتت، بيجتهد بيحاول، فعشان كده ربنا كلل مجهوده الماتش اللي فات، احرزه هدف بشكل كويس قوي، اتحرك بشكل كويس جدا، عمل اسيستات كتير جدا في اللقاء، كان بيتحرك بشكل كويس. فاعتقد ان مستر موسيماني هيلعب بالقوه الهجوميه اللي عنده كلها من اول اللقاء، عنده مع عوده بواليا للتهديف كمان، دي ثقه كبيره جدا هتدي ثقه لمستر موسيماني اللي هو يعتمد عليه في اوقات كتيره برده في اللقاء، لان ممكن في ماتشات دجله النهارده برده يهمه اللي هو يخرج ببونت، ففي ماتشات ممكن لو يعني ما احرزتش هدف في البدايه بتصعب عليك الماموريه، لان يعني لازم ماتش زي النهارده مع وادي دجله هدف في البدايه بيريح الامور شويه، لازم لعيبه النادي الاهلي تحاول تخلص اللقاء بدري عشان يبقى في اريحيه بعد كده. بس احنا قلنا في الانتاج الحربي وما حصلش في البدايه، كان سببه ايه برضه؟ ما هو بعد بطوله افريقيا طبيعي المستوى ينزل. لان اللعيب بيكون وصل لنهايه افريقيا بيوصل لكل يعني اعلى معدلاته الفنيه والذهنيه والبدنيه وكل حاجه، التركيز بيبقى عالي جدا. فبعديها بتلاقي الكيرف طبيعي لمستوى اللعيبه، في لعيبه كتير يعني بس في فرق بين ينزل وبين يسقط تماما، يعني ده انت لو لعبت بربع الامكانيات اللي كنت بتلعب بيها فرق افريقيه اكيد هتعمل شغل عن اللي شفناه في بعض الاحيان. في بعض الاحيان بس بتكسب، ودي الفرق الكبيره ودي الفرق الكبيره اللي هي حتى وانت مش في حالتك الفنيه والبدنيه والذهنيه بتعرف تكسب وتعرف تخلص الماتشات في اصعب الظروف. يعني انت في ماتش الانتاج انت ما يعني النادي الاهلي نادر جدا من ساعه ما انا يعني بقيت اتفرج على كوره ومتابع للكوره ان هو يكون كسبان 1-0 ومسيطر على اللقاء ويرجع يتعادل ويتغلب، يعني يتاخر بهدفين. دي كانت دي من الحاجات الغريبه او النوادر اللي كانت بتحصل في الكوره، لكن قدر يرجع بخبرات لعيبته بروح لعيبته في الملعب، حتى اللعيبه ما كانتش في حالتها الفنيه العاليه بس كان في روح. من ضمنهم على فكره بمناسبه الكلام برضو، انت كنت بتتكلم من شويه على حسين الشحات في جزء كده من الكلام الشحات. وفي جزء تاني كنت بتتكلم على بواليا، الاثنين دول طبعا من اللعيبه التقال المحترمين جدا بطبيعه الحال، بس انا بكلمك على فكره الانتقادات وبالتالي الضغوطات اللي الاثنين دول اتعرضوا لها لفترات. يمكن حسين لازم نديله حقه برضه، حسين الفتره اللي فاتت هو من اهم عناصر النادي الاهلي ومن اهم لعيبه النادي الاهلي طبعاً. بيأدي بشكل كويس طبعاً. جدا بيساهم في مكسب النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اتعرض لانتقادات رهيبه، اتعرض لضغوط رهيبه جدا لبعض الاحيان كان في تطاول من بعض الاشخاص، لكن حسين راجع نفسه وركز مع نفسه وقفل على نفسه كل السوشيال ميديا وركز في ملعبه بس، اجتهد تعب فربنا بيكافئه. هو اللي بيعمله حسين دلوقتي هو الصح، اللي بيعمله كهربا صح. بواليا برضو نفس الكلام، بواليا اتعرض لهجوم كبير جدا، بس انا خلي بالك يعني انا من الناس اللي كنت مقتنع بواليا ولا زلت مقتنع بيه، يعني انا بعيد عن الهدفين، لا انا مقتنع بواليا جدا،
يمكن في ناس عارفه كده وفي ناس بتنتقدني وبتقعد تقول لي يعني انت كنت راجل يعني مهاجم. يعني منذ اختيار باتش موسيماني لوالتر بواليا اللي هو كان هداف اصلا الجونه وكان رائع جدا بصراحه, وان هو يجي النادي الاهلي لم يوفق في البدايه, حضرتك من اللحظه أنا الاولى وكنت برضه مقتنع وشايف ان هو يجي منه. لان انا شفته في الجونه وانا ما بقيموش ما بقيموش على ماتش او ماتشين, لا انا شفته في ادائه في الجونه, شخصيته في الملعب عامله ازاي, الاهداف اللي كان بيحرزها في الجونه بالنص فرصه كان بيجيب هدف, تحركاته كان ليها شكل كبير جدا. ماتش اسوان انا لو ما كانش جاب جون في ماتش اسوان ما كنت انا كنت هبقى يعني مبسوط وانا بتفرج على بواليا, لان كان ليه شكل في الملعب, كان ليه تقل تحركاته, واقف على كورته صح, بيطلع لعيبته صح, في اوقات كتيره كان محطه مهمه جدا, كان فيها اوقات بيعمل الباص صح, التوقيت طبعا. بيتحرك بيسحب الفرقه ازاي, بيعمل فاول قدام عشان وسجل كمان يا استاذ, ما هو سجل عشان هي ده المهاجم بعد طول غياب. ما انا اقول لحضرتك حاجه, المهاجم هدف مع هدف الدنيا بتمشي, فبواليا كان محتاج كده, ممكن النهارده ربنا يكرمه كمان بهدف هتلاقي الدنيا خلاص مع بواليا, بواليا الدنيا صحيح. واللي والحاجه المهمه بقى كمان العلاقه اللي ما بين المهاجمين وبعض, مش انا جبت انا كاهاب مهاجم كريم مهاجم فهيبقى في يعني في ضغينه او حساسيه ما بيننا, لا انا بتمنى لك الخير وانت بتتمنى لي الخير, ما عندناش الروح دي بجد, الموضوع مهمة. ده واضح. انا شفت يعني انا فرحت يعني جدا لما شفت محمد شريف هو اول واحد بيجي على بواليا طبعا, وشفنا العلاقه ما بين علي لطفي ومحمد الشناوي, كل ده روح. انا اتكلم على نقطه المهاجم عشان انا مريت بيها, كان في مهاجم ممكن يزعل ان اهاب شغال وبيجيب جوان مثلا دي تضايقه, ما هو مش هلعب, ما هو لما اهاب يجيب جوال وشغال كويس انا مش هلعب, فسعري هيقل, مش طبعا. دي حسابات اخرى لكن لو انا كاهاب شايف المهاجم اللي مكاني بيلعب وبيجيب اهداف, ايه المشكله؟ اتمنى له الخير, بشريه في الاخر برضو يعني, بس لازم اشتغل على نفسي عادي, اتمنى له الخير طبعًا. عشان لما انا اتحط في نفس الموقف لا, ما هو هي الدنيا مش هتفضل ثابته في مكانها, بتتغير الموقف, وانا اللي هلعب بعد كده, فعشان لما اجي العب ربنا يوفقني عشان انا من جوايا مش شايل ضغينه بحد, فربنا يكرمني. فهي دي عامه ده لازم ناخدها مبدا في الحياه, صحيح. يعني لازم نكون راضيين بكل حاجه, هي ليش نفسيتك كويسه هي دايما اللي بتكمل على فكره يعني, فالحمد لله يعني.